السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، جعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ليلة السبت 13 من شهر شوال لسنة 14 سنة 400 بعد الألف، الموافق لليلة 16 من شهر مايو ولا يونيو، أي نعم، شهر 6 لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى ووفقها إلى ما يحب ويرضى. وصلنا إلى الآية 36 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذه الآيات من سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة هي التذلل والخضوع، ويقول العرب طريق معبد أي مذلل مسلوك، والعبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. والعبادة تشمل ما ذكر بعدها، لا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، بذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل، جار ذي القربى، كل هذه داخلة في العبادة. ولكن ذكر العبادة أولا ثم ذكر بعض تفاصيلها، لأن هذه جميعا من العبادة. وإن كان تجد أنت في كتب الفقه، عندما تدرس كتب الفقه تجد مثلا كتاب العبادات، ويذكر فيها الأركان الخمسة: الصلاة والزكاة والحج والصوم والحج، والصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم تجد كتاب المعاملات، ثم كتاب الأحوال الشخصية أو النكاح والطلاق، الحدود، الديات، وهكذا. فيسمون هذه الأمور الأربعة وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم العبادات. لكن هنا العبادة لا، بمشمول بمفهومها الشامل، أي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني أعمال القلوب وأعمال البدن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة جاءت بالنفي، لا تشرك شيئا، فيدخل فيها كل شيء، وتشمل أمرين: لا تشركوا شيئا أي بالمعبودات، أو لا تشركوا شيئا في العبادات. أما المعبودات لا تشركوا به أي لا تعبدوا غيره، لا ملكا ولا نبيا ولا رجلا صالحا ولا شيطانا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا، لا تعبد غير الله. وتشمل كذلك لا تشركوا به شيئا أي لا تدعو غير الله، لا تخاف من غير الله، لا تخاف من غير الله، لا ترائي، لا تنافق، هذه كلها عبادات لغير. إذن في المعبودات وفي العبادات. ولا تشركوا به شيئا، والإشراك هو
إدخال أحد مع الله تبارك وتعالى في عبادتك، سواء عبد أو جعل إلها من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله جل وعلا. والشرك أعظم جريمة يقوم بها العبد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا السبع الموبقات، قالوا وما هن؟ قال الشرك بالله قدمه. ولما سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهي أعظم جريمة يمكن يقوم بها العبد في هذه الدنيا هي جريمة الشرك بالله تبارك وتعالى. قال ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لبيان عظم حق الوالدين ذكره الله تبارك وتعالى بعد الأمر بعبادته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال أن اشكر لي ولوالديك. فحق الوالدين عظيم جدا على الإنسان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعقوق الوالدين من الأمور المحرمة جدا عند الله تبارك، وإذا قال هنا وبالوالدين إحسانا ولم يحدد هذين الوالدين من حيث هل هما الوالدان المباشران الأم والأب أو يدخل معهما الجد والجدة سواء من طريق الأب أو من طريق الأم، يدخلون كلهم. فالوالدان يدخل فيها الأم والأب والجد والجدة من جهة الأب أو من جهة الأم وإن صعدا، ويدخل فيها كذلك سواء كان مؤمنين أو كافرين، حتى لو كان الأب كافرا أو الأم كافرة أيضا لها حق وله حق من البر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر قتيلة بنت عبد العزة زوجة أبي بكر كانت كافرة ما أسلمت، فجاءت تزور ابنتها أسماء وجاءت لها بهدية، فلم تقبل منها أسماء في المدينة لما هاجرت، فلم تقبل منها أسماء حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أمي جاءتني راغبة يعني زائرة لي، فهل أقبل هديتها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. فهذا من البر حتى لو كان الأب كافرا، حتى لو كانت الأم كافرا، فما بالك إذا كان الأب مؤمنا، فما بالك إذا كان الأب تقيا، الأم كانت تقية، فلا شك أنه يزيد الحق. وأيضا بالوالدين إحسانا، الإحسان كما ذكر أهل العلم نوعان، إحسان واجب وإحسان مستحب. الإحسان الواجب هو تقدير الوالدين، الإنفاق عليهما عند الحاجة، صيانتهما وما شابه ذلك من الأمور التي هي حق لهما، طاعتهما في غير معصية الله تبارك وتعالى، هذا إحسان واجب. إحسان مستحب وإنسان يتلطف معهما بالكلام، يكثر من الزيارة، يكثر من البذل، يعطيهما ولو لم يحتاج، هذا إحسان مستحب للوالدين. بل ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، هذا إحسان مستحب، ليس واجبا عليك أن تبر أصدقاء والدك وأن تبر البنت أصدقاء صديقات والدتها، هذا إحسان مستحب، هذا زيادة فضل. فالإحسان نوعان، إحسان واجب وإحسان مستحب فضل ومنة. يقول الله تبارك وتعالى وبذي القربى واليتامى والمساكين. ذو القربى له فضل أيضا، ولا يكون لك الرجل أو المرأة ذا قربى إلا عن طريق الوالدين، لأن أقرباءك من؟ إما أخوال وإما أعمام وإما أبناء خال وإما أبناء عم من طرف الوالدين، كل أقربائك من طرف الوالدين، حتى الذين من أسفل أبناء أخيك أبناء أختك أيضا يرجعان إلى أو يرجعون إلى الوالدين. ولذا قدم الوالدين وأتبعهما بذي القربى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على القريب فقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. إذن
الإنسان إذا تصدق على غريب فله أجر الصدقة، فإذا تصدق على قريب فصدقة وصلة، أجران أجران. وإذا الإنسان إذا كان عنده صدقة أول شيء يتحرى أقاربه، حتى الزكاة إذا كانت عندك زكاة فالأولى بها أقاربك غير الذين تجب عليك نفقتهم كالأصول والفروع، ولكن الزكاة الأولى بها الأقارب. وإذا لم يكن من الأقارب من هو من أهل الزكاة تنتقل بعد ذلك إلى عامة الناس. وبذي القربى، ذو القربى لهم حق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لكفار قريش؟ قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي ودوا القرابة التي بيني وبينكم. يقول ابن عباس لم يكن بيت من قريش إلا وللنبي فيهم قربة، للمصاهرات التي بينهم، فيقول ودوني لقرابتك، يعني أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، أبي بن خلف، الوليد بن المغيرة، كل كفار قريش، صناديد قريش وغير كفار قريش كلهم لهم بين مع النبي قرابة صلى الله عليه وسلم، فيقول ودوني للقرابة التي بيني فالقرابة لها حق. إذن فالإنسان عليه أن يهتم بأقاربه ويتقي الله تبارك وتعالى فيهم. وبذي القربى قال واليتامى، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، أما إذا ماتت الأم قبل البلوغ فلا يقال له يتيم، اليتيم يتيم الأب أو يتيم الأب والأم، لكن أهم شيء الأب هو الذي يقال له يتيم، لأنه قضية النفقة والعناية والرعاية بعد ما يفهم، فهذا الذي يقال له اليتيم. واليتامى الإحسان إليهم يكون بالأقوال والأفعال والمال، قد يكون اليتيم غنيا، يتيم لكن غني، أبوه ميت صغير لكن عنده خير، إذن هذا ما يحتاج إلى المال، لكن يحتاج إلى الرعاية والعناية بالأقوال والأفعال، بالاهتمام به، بالإحسان إليه بالكلام، قد يكون محتاجا فيحسن إليه أيضا بالمال. وبذي القربى واليتامى والمساكين، المسكين هو الفقير، المسكين والفقير شيء واحد، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، إذا ذكر معا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا فالفقير أشد حاجة من المسكين، يعني المسكين أحسن حالا، المسكين قالوا يملك قوت يومه، الفقير لا يملك شيئا، كما قال الله تبارك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ما عندهم شيء أبدا نهاية. وأما السفينة فكانت لمساكين، سماهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة، فالمسكين هنا إذا أطلق ولم يذكر معه الفقير فيدخل معه الفقير هنا بالمعنى. و المسكين هو الذي يحتاج، الله تعالى أمر وأوصى به سبحانه وتعالى. قال والجار ذي القربى والجار الجنب، تحتمل معنيين، الجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى هو جار وقريب، جارك ولد عمك، جارك ولد خالك، جار وقريب. والجار الجنب جارك لكن لا ما في قرابة بينك وبينه، هاي يسمونه الجار الجنب، الجار إذا عندنا جار قريب وجار جنب، أو الجار ذو القربة الجار الذي بيته قريب من بيتك، والجار الجنب الجار الذي بيته بعيد عن بيتك، فتحتمل ذو القربة في النسب وتحتمل ذو القربة بالمكان، والجنب كذلك أجنبي بالنسب أو أجنبي بالبعد بعيد عنك. والجار ذي القربى والجار الجنب، والجيران ثلاثة كما قال أهل العلم، إما جار مشرك كافر، وإما جار مسلم، وإما جار مسلم قريب. فالجار المشرك له حق الجوار، طالما أنه جار فله حق الجوار ولو كان كافرا له حق الجوار. ثم الجار المسلم له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، فإذا كان الجار قريبا لك وهو مسلم فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، فيأخذ منك ثلاثة حقوق. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب
ذكر أهل العلم فيه ثلاثة. أول شيء الزوجة، لقول الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فسماها صاحبة، فالصاحبة هي الزوجة، فالصاحب الجنب هي الزوجة. وقيل الصاحب الجنب هو الصديق الرفيق، الصاحب مصاحبك رفيقك، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الخليل الصاحب الصديق هو الصاحب هنا. وقيل الصاحب تصدق أيضا على صاحب على صاحبك في السفر، الذي يسافر معك يقال له صاحب، صحبته في السفر. فتصدق على جميع هؤلاء أنه الصاحب بالجنب. وابن السبيل، ابن السبيل هو نسبة إلى الطريق، سماه ابن السبيل يعني ابن الطريق، وذلك أنه لا قرابة له ولا بيت له، وهو مسافر عابر، فسمي ابن السبيل ابن الطريق. فهذا قد يحتاج، لأنه ليس في بيته وليس في ملكه وليس في أرضه، فلذلك قد يحتاج إليك. قال: وما ملكت أيمانكم، وهم العبيد والإماء، أن الإنسان يتقي الله فيهم، يتقي الله في ملك اليمين، هؤلاء العبيد الذين يكونون عندك في بيتك، عليك أن تتقي الله فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية أوصى بها قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في ملك اليمين. ثم قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال بالأفعال والفخور بالأقوال، الخيلاء تكون بالأفعال، يمشي متبخترا، ينظر إلى الناس نظرة ازدراء، هذا اختيال. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه خيلاء. فالخيلاء في الأفعال، الفخر بالأقوال، أنا ابن فلان، أنا فلان، أنا كذا، يحتقر الناس، يحتقر الناس، هذا احتقار الناس الذي نهى عنه النبي، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم. فالاختيال إذن بالأفعال، والفخر يكون بالأقوال. الله لا يحب لا هذا ولا هذا. والشيطان إنما عاقبه الله ولعنه وطرده لأنه تكبر، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والله سبحانه وتعالى يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت؟ ويقول: أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالذي منع الشيطان هو الفخر، افتخر على آدم عليه الصلاة والسلام. الله تبارك لا يحب من كان مختالا فخورا. قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس. الذين بدل من المختال الفخور، من كان مختالا فخورا، أي هو الذي كذا وكذا وكذا، فهذه تكون بدل منه، أو تكون جملة ابتدائية، تكون مبتدأ: الذين يبخلون، أي صفات هؤلاء. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخل ويأمر الناس بالبخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء أدوأ من البخل، أشد الداء البخل، أشد الداء البخل. وبعضهم يقول: مستعد أن أصاحب كل أحد إلا البخيل. البخيل يعني في أحوج ما تكون إليه فإنه يسلمك ولا يساعدك ولا يقوم معك ويخذلك. فالبخل داء عظيم جدا، شديد، قبيح، لا يحبه الله تبارك وتعالى. قال: الذين يبخلون. والبخل قد يكون بالمال، وقد يكون بالجاه، وقد يكون البخل بالعلم أو غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، سماه بخيلا. والبخل بالمال معروف، وقد يكون البخل بالعلم، من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام
من نار، وقد يكون البخل بالجاه، يحتاج الناس إليه أن يتوسط لهم يشفع لهم فيمتنع من ذلك، هذا بخل بالجاه. فالبخل على كل حال مذموم عند الله تبارك وتعالى. الذين يبخلون قال ويأمرون، يعني لم يكتفي بأن يكون بخيلا حتى أمر الناس بالبخل والعياذ بالله. يعني يقول له لماذا تتصدق؟ أولادك أولى، لماذا تتصدق؟ قد تخسر أموالك، لماذا تتصدق؟ أنت تعبت في جمع هذا المال، وهكذا لماذا تصدق بهذا المال؟ تصدق بأقل. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يقول الله تبارك وتعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. الأصل أن الإنسان يظهر نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، هذا لا يكتم. الناس تظنه فقيرا وهو عنده من المال ما عنده، يكتم ما آتاه الله من فضله، سواء قلنا بالجاه أو العلم أو المال أو غير ذلك، يكتمون أي يخفون هذه النعمة. والأصل في الإنسان أنه يظهر نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، يظهر نعمة الله، يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. هذا دائما ما عندي أنا فقير، وأنا هو عنده لكن لشدة بخله وحرصه دائما يتشكى، خاف أن الناس تعطي عين أو تحسده على ما عنده من المال، فدائما يظهر نفسه فقيرا لا مال عنده. قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا أي أعددنا، والعتيد هو الحاضر أي حضرنا، ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد أي حاضر معتد متجهز. والعذاب المهين العذاب الذي يكون معه إهانة، وقال أهل العلم لا يذكر العذاب المهين في كتاب الله إلا الكفار. إذا وجدت في القرآن الكريم عذابا مهينا فهو للكفار. ما قالوا لا يذكر العذاب المهين لفساق المسلمين، يعني أصحاب الكبائر ما يذكر لهم عذاب مهين، يذكر عذاب عظيم، يذكر عذاب أليم. طيب لكن عذاب مهين، كل عذاب مهين في القرآن الكريم هي في الكفار. قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هذا أيضا تكملة لصفاتهم، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وإذا أنفقوا أنفقوا أموالهم إيش؟ رئاء الناس. حتى إذا أنفقوا ينفقونها رئاء وسمعة. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كان من كرماء قريش، كان يطعم الحاج. فقالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما أراد وجه الله. وعدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي كريم معروف عند العرب، ولده عدي صحابي رضي الله عنه، سأل النبي عن أبيه فقال يا رسول الله قد علمت من حال أبي فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال إن أباك أراد شيئا وناله، أبوك أراد السمعة نال السمعة، لكن ما أراد وجه الله تبارك وتعالى، إنما أراد السمعة عند العرب أخذ السمعة. فالنفقة لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا إذا أراد بها الإنسان وجه الله جل وعلا. فالإنسان يحذر أن ينفق شيئا إلا لمرضات الله جل في علاه. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء أي من الرؤية، والتسميع من السماع، يسمع الناس أني أعطيت أو يري الناس أنه أعطى، لا ينفق إلا أمام الناس حتى يراه الناس ويتكلمون به ويمدحونه، فالرئاء من الرؤية. قال ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن هذه ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر نص أهل العلم على أن المراد هنا المنافقون، لأن الكفار اليهود والنصارى بعضهم قال في اليهود يؤمنون باليوم الآخر، فالآية هنا إذن في المنافقين. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين، يعني يقول هؤلاء قرينهم الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرين هو المصاحب الملازم، القرين هو الملازم.
والعياذ بالله هؤلاء قرينهم الشيطان، والمقصود بالشيطان هنا جنس الشيطان وليس إبليس الذي هو أبو الشياطين، لأن كل إنسان له شيطان هنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة رضي الله عنها لما خرجت تتبعه بالليل تظن سيذهب إلى بعض نسائه، قال أجاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان؟ قال لكل إنسان شيطان. قالت حتى أنت يا رسول؟ قال حتى أنا، إلا إن الله أعانني عليه فأسلم، وقرئت على وجهين، فأسلم أي الشيطان دخل في الإسلام هذا، أو فأسلم أي أنا أسلم منه فلا يأمرني إلا بخير، فتحتمل الوجهين. والأظهر الثانية أسلم أنا، أسلم منه أي لا يأتيني منه شر، هذا الشيطان، لا أن الشيطان أسلم. وإذا الصحيح أن الشيطان إذا أسلم لا يقال له شيطان، يقال له جني، فالجن هم مؤمنو الشياطين، مؤمنو الجن يقال لهم مؤمنون، وكفار يقال لهم شياطين أو عفاريت أو نمرود أو مارد أو ما شابه ذلك من الأمور. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء القرين قرينا، أي ساء هذا القرين، قرين محذوف الجواب، فساء له قرينا هذا القرين يعني. طيب قال وماذا عليهم؟ يعني ما ضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. ما الذي يمنعك من الإيمان باليوم الآخر؟ ما الذي يضرك إذا آمنت بالله واليوم الآخر؟ وأنفقوا، هؤلاء البخلاء، وأنفقوا مما رزقهم الله، يريدون وجه الله، وانظروا وأنفقوا مما رزقهم الله، ولم يقل من أموالهم، لأن هذه الأموال رزق من الله، حتى مال الكافر رزق ومال المؤمن رزق، كله رزق من الله تبارك وتعالى، الله يرزق الكافر ويرزق المؤمن سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة مع الكفار، فالرزق يؤتيه الله الكفار ويؤتيه المؤمنين، يرزق الكفار ويرزق المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنها لأنها لا تعدل عند الله شيئا فيعطيها المؤمن ويعطيها الكافر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فيعطي الجميع. ولذا قال هنا سبحانه وتعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. طبعا أين الجواب؟ الجواب معروف فيما مضى أن الله سيغفر لهم ويرزقهم ويزيدهم من فضله ويقبلهم عند سبحانه وتعالى. قال وكان الله بهم عليما. بمن عليم؟ بالذين أنفقوا رياء الناس، أو الذين يبخلون، أو الذين ينفقون في سبيل الله ويخافون الله ويؤمنون بالله واليوم الآخر؟ الجميع. كان الله بهم عليما. وإذا قالوا هذه الآية وعد ووعيد، ترغيب وترهيب، ترغيب لمن ينفق في سبيل الله ويؤمن بالله واليوم الآخر، وترهيب لمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والذي ينفق رياء الناس والذي يبخل بما رزقه الله تبارك وتعالى. فإن الله كان بهم عليم، وكان الله بهم عليما أي بهؤلاء وهؤلاء، عليم بالجميع سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.